السلام عليكم إخواني، أتي حفارة هيونداي 260 SE 95. سنلقي نظرة على الخارج. هنا SLS بطبيعة الحال هنا يتم زيادة التشحيم هنا وإفراغه عندما تريد أن تزيد في تمديد السلسلة أو تقلصها. سنصعد إلى الأعلى إلى المحرك. هنا الموزع الهيدروليكي، هنا خزان الوقود، كما هنا هو مؤشر المازوت عندما يكون في الامتلاء، وذلك المنبه في الأسفل. وهنا تزيد في زيت دوران الحفارة، الزيت الخاص بها. وهنا خاص بالخزان الهيدروليكي، نجد هنا معرفة مستوى الزيت المحرك، وهنا لإضافته. هذا خاص بماء الرادياتور، وهنا التيربو. هذا ما يوجد فيه في الأعلى. هنا ننزل إلى الأسفل. تجذب المازوت تضيفه في خزان الوقود. وهنا البطاريات، حتى يتم غلقها. نجد هنا التشحيم، رؤوس التشحيم للحفارة، كما يوجد هنا في الخلف أيضا. هاته كل أنبوب يوزع إلى المفاصل، كما نجد هنا أيضا رؤوس التشحيم من هنا ومن هنا. وهذا بخاص بدوران هنا. وكذلك في المجرف نذهب إلى الجهة المقابلة. هنا نجد المضخة الهيدروليكية هذه، وهنا الفلتر الخاص بها، وهنا مستوى الزيت الهيدروليكي. هذه خاصة بالمازوت. الجهة المقابلة نجد هذه قارورة خاصة بها الماء، هذه به مساحات الزجاج. وهنا نجد فلتر الهواء، وهنا قاطعة الكهرباء. نجد هذا الخاص بالحماية، هكذا لا تعمل المقابض، وهكذا تعمل. هذه طبعا خاصة بالسير إلى الأمام وإلى الخلف. هذه خاصة بالذراع الصغير إلى الأمام وإلى الرجوع إلى الخلف. هذا الذراع، هذا خاص بالدوران يسار ويمين، وهذا بالذراع الكبير هذا، هكذا إلى الأعلى، وهكذا إلى الأسفل، وهكذا للفتح، وهكذا للغلق.
المجرف. هذه خاصة بالمنبه ومساحات الزجاج للحفارة. كما نجد هنا الخاص بالمبرد والمسخن للحفارة، وهنا لزيادة السرعة أو قوة المحرك في المدخرة الهيدروليكية. كما نجد في الخلف المذياع، هذا ما يجدها هنا، نقوم بتشغيل الحفارة، ننتظر قليلا هكذا. نأتي لهنا، هذه تغير قوة الحفارة هكذا، وهذه لتغييرها قوة الكاملة في اليو، وهذه لتغيير سرعة الحفارة بالسير على السلاسل. كما أن هذه تقوم بتثبيت السرعة يدويا، أوتوماتيك أو يدوي عند لمس، تبقى يعني المحرك شغال أو عند لمس المقابض تشتغل. هذا للخروج. ندخل إلى الميني هكذا، وهنا تغير كما هنا المطرقة وما شابه، دائما عندما تدخل بالمنيو وتنزل هكذا وتؤكد بالضغط إلى الأمام، وعند الخروج دائما تخرج بهذا. هذا للتنبيه للبطاريات، وهذا لضغط المحرك. نوقظها. قلنا هذا لرفع الذراع الكبير هكذا. نقوم بنزع الحماية هنا ونرفع. ها هو يرتفع، وهكذا للإنزال، هكذا لفتح المجرف، وهكذا للغلق. هذا للدوران، يسار ويمين، وهكذا للمجرف الصغير، الذراع الصغير هكذا. وهذا للسير هكذا. هذا ما عندنا هنا، وأرجو أن أكون قد أوضحت ما أستطيع. السلام عليكم.